كان سلاحا فتاكا ضد المدن الثائرة، ومن خلاله حصل بشار الأسد على سوريا المفيدة التي أرادها وسعى لها. إنه التهجير القسري الذي لجأ إليه النظام وروسيا ورعته الأمم المتحدة في طول سوريا وعرضها، رغم تصنيفه في القانون الدولي كجريمة حرب. في حلقة اليوم مشاهدين من لم الشمل سنتوقف مع حكاية الباصات الخضراء ومصير المدن بعد تهجير أهلها، فأهلا بكم. أهلا بكم على متن أسوأ رحلة في التاريخ. هكذا نادى المنادي لسكان المحافظات السورية المعارضة للنظام بالمسارعة لركوب الحافلات الخضراء بعد حصار وقصف حملا طابعا انتقاميا طائفيا جرائميا للغاية كما يقول القانون الدولي الإنساني. درعا، ريف دمشق، حمصة، حلب وريفاء إدلب وحماة وغيرها من المناطق الثائرة كانت ضمن ركاب الحافلات الإجبارية، إذ كان التهجير خيارا للنظام وروسيا والأمم المتحدة معا. نعم، الأمم المتحدة ومبعوثها ستيفان دي مستورا الذي بارك الجريمة أو التهجير، وقال إنه خروج آمن للمحاصرين بدلا من أن يطالب بإدخال المساعدات أو فك الحصار عنهم. فما مصير المدن بعد تهجير أهلها؟ وما واقع المهاجرين أنفسهم؟ ولماذا منع النظام عودتهم؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محور نقاش حلقتنا اليوم، لكن بعد متابعة هذه القصة. ذاكرة التاريخ لا يمكن أن تمحى تجارب شعوب اختبرت أبشع أنواع الظلم وأقسى أنواع المعاناة مهما طال الزمن عليها وزيفتها المصالح، ولعل ألم التهجير القسري أشدها قسوة، تغريبة تلو تغريبة شهدتها مدن ومناطق سورية منذ عام 2011 اشتركت بأنها أيدت الثورة السورية ضد نظام الأسد. حمص والزبداني ومضايا والغوطة الشرقية ومدن ريف دمشق إلى جانب حلب ودرعا تشابهت مصائرهم بترك النظام لها ولسكانها بين خيارات الجوع أو الرحيل بعد الضغط عليها بكل أنواع الأسلحة وصولا إلى فرض حصار وقطع دخول الطعام والشراب والدواء لتركيعها وإنهاء المهمة بإفراغ هذه المناطق من سكانها الأصليين عبر إرسال الباصات الخضراء وما لذلك من غايات ومخاطر تتعلق بالتغيير الديموغرافي الممنهج لهذه المناطق، وما حصل باتفاق المدن الأربعة الذي شمل الزبداني ومضايا وقريتي كفرية والفوعة بهندسة ميليشيا حزب الله اللبناني إلا مثال صارخ على ذلك. هو إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية. هكذا يعرف القانون الدولي التهجير القسري الذي انتهجه نظام الأسد كسياسة في حربه على السوريين، لكن المفارقة أن ممارسات نظام الأسد لم تتقاطع بالنسبة للأطراف الدولية مع التعريف الذي وضعوه بأنفسهم. ولو عدنا إلى الوراء إلى البصمات السوداء للأمم المتحدة في الملف السوري لتذكرنا مواقف المبعوث الأممي دي مستورا حول
تأمين ما سماه آنذاك بممرات الخروج الآمن للمدنيين من مناطق الصراع إلى مصب وصول قوافل المهجرين الشمال السوري، والترويج لذلك تحت غطاء اتفاقيات وهدن مزعومة بين النظام وفصائل المعارضة، ولم تشهد أي من هذه المناطق عودة للمهجرين منذ استعادة النظام لسيطرته عليها. خلال 12 عاماً لم يكسر الصمت الدولي والأممي، ولم تخرج إدانات واضحة لجريمة التهجير القسري التي مارسها النظام لسنوات، لتضاف بذلك إلى سجل الجرائم التي ارتكبها النظام بحق المدنيين السوريين بلا محاسبة حتى اللحظة. معنا للتعليق على هذا الموضوع من فرنسا الكاتب والمحلل السياسي حسن النيفي، كما ينضم إلينا من الدوحة مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، ومعنا في الأستوديو الصحفي يوسف بستاني. مساء الخير لكم يوسف. لو بدأت معك اليوم، كيف تبدو الغوطتين وريف دمشق بشكل عام بعد أن تهجر الآلاف منها؟ نعم، حياكم الله وحيا الله جميع المشاهدين. طبعاً يعني الغوطتين الشرقية أو الغربية هي يعني مدن منكوبة بكل معنى الكلمة منذ يعني بدء العمليات العسكرية ضد هذه المناطق. يعني نتحدث عن منطقة تعرضت لسنوات، إن كانت مثلاً دارية، إن كانت حي جوبر الدمشقي مثلاً. حي جوبر إلى الآن لم يدخل إليه المدنيين، رغم أن النظام أعلن سيطرته عليه في بداية عام 2018. يعني 5 سنوات إلى الآن حي جوبر الدمشقي منكوب. حرستا مثلا، مدينة حرستا جزء كبير منها مدمر بالكامل، جزء كبير من مدينة دوما، من زملكة، من كفر بطنة، من عربين، المتحلق الجنوبي والأبنية المطلة على المتحلق الجنوبي، دارية. طبعا نعلم دارية النظام إلى اليوم لم يسمح بأحد بالدخول إلى دارية، مخيم اليرموك، كلها في الكثير من المناطق بحاجة إلى إذن، يعني إلى اليوم بحاجة إلى إذن أمني من الأفرع الأمنية وبشروط تعجيزية. حتى المدنيين الذين بقوا في تلك المناطق ولم يخرجوا في الباصات، ويعني رضي بالموت، يعني المدني اللي بقي هناك مقابل أنه يبقى في منزله، النظام منع إعادة ترميم هذه المنازل وحاربها. والكثير من أنا وثقت شخصيا يعني العديد من الأشخاص الذين بقوا مثلا وعنده محل، عمر محله، محل تجاري بده يبيع، بده يشتري. بعد ما عمر المحل رفض ركوب الحافلات، ولكن ضيق النظام عليه وعمر محله منه، يعني ماله الخاص، النظام هدم له المحل التجاري الذي يعني قام بي، وأخبره أن هذه المنطقة كلها، وأصبح النظام يحدد مناطق أنه ما بيصير حدا يعمل أي ترميم أو إعمار لحتى مثلا يروح للفرع الفلاني، فرع المنطقة، المخفر، بيأخذ إذن مسبق وبيعمر. طبعا كل هذا الأمر يترتب عليه رشاوي وملايين ومضايقات. طبعا النظام استغل هذا الأمر، أن وقت اللي فرض يعني هذا الأمر في الغوطة وهذه الفوضى، أسعار العقارات بشكل متدني، ودخلنا بنفق أسود بكل ما تعني الكلمة من معنى، تمدد إيراني. هو فعليا فقط ليس فقط تهجير، إنما تدمير كامل لهذه المدن. عم حاول أسرد بشكل سريع صراحة الغوطتين، ولكن يعني في تلك المناطق كارثة لا يمكن وصفها. بداية هناك تغلغل إيراني ناعم جدا، يعني لا يظهر للعلن، عبر شراء الكثير من العقارات، وضعوا واجهات سورية، هذه السورية تقوم بالشراء لصالح رجال أعمال مرتبطين بإيران. يعني بالواجهة إيران بتقلك أنا ما اشتريت شيء، ولكن هؤلاء لا يملكون شيء. يعني هم أشخاص قبل الثورة كانوا لا يملكون 1000 ليرة، أشخاص نكرات يعني من المجتمع، أصبحوا اليوم يملكون مثلا 500 شقة، مئات الدنومات في الغوطتين، إن كان دارية أو حي جوبر أو حتى دوما أو المزارع أو 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 أو. طيب، كي نبقى داخل إطار التهجير القسري، أرحب بك مجددا فضل عبد الغني. ربما من الأجدل لنا أن نعرف ما هو تعريف التهجير القسري وفق القانون الدولي، وما هي آليات المحاسبة؟ شكرا على الاستضافة. يعني التجريد القسري في مبادئ توجيهية وضعتها الأمم المتحدة هي بقلبها تعريف التشريد القسري والقانون الدولي، يعني اللي ونحن عم نحكي ضمن النزاعات.
التشريد عندما يجبر الإنسان نتيجة اضطهاد بيوقع عليه وانتهاكات إلى يعني الفرار، وقت إذا عبر الحدود بيصير اسمه لاجئ، وإذا بقي داخل الحدود بيصير اسمه نازح داخليا. يعني النازحين داخل سوريا هم مشردون قسريا، هن ما طلعوا باختيارهم، واللاجئين أيضا هم مشردين. لهيك الانتهاك التشريد، نحن 14 مليون بطال، لهيك الضحايا بالتشريد القسري هن الأكثر عددا ضمن مقارنة مع بقية الانتهاكات. هلا التشريد المشردين قسريا كمان، هدول بعد ما تشردوا لهم حقوق، ولكن بدنا نشوف نحن كم هائل من الانتهاكات عم يتعرضوا لها. يعني إذا بدنا نعرض وفق القانون الدولي بعض حقوق المشردين قسريا، ما بيصير اصلا التشريد يتم بدون يعني اختار هؤلاء، انه هو لازم يكون في عمليه النقل، وانه هون في معارك بدها تصير وبيتحمل الطرفين. في سوريا هذا الامر مش موجود. يعني هلا يعني سلسله كبيره بالحقيقه هي من الانتهاكات تعرضوا لها، هذا من ابرزها. يعني الطرفين بدهم يعلموا، وبهي المنطقه بدها تخضع لمعركه، فالناس بتحضر نفسها. لا، نحن المعارك بتصير فجائيه، الطرفين ما بيعلنوا، تالي بيصير في نكبة مضاعفة. أيضا في قسم كبير من المشردين عم ينحبسوا بمخيمات، ومن حق المشرد أنه من حقه التنقل، من حقه أيضا الحماية. إحنا عم نشوف أنه حتى بعد ما عم يتشردوا عم يتعرضوا إلى قصف، واستهدفت المخيمات، حتى مش بس قصف عشوائي، استهدفت القوافل وأيضا استهدفت المخيمات. وحتى هن وقت بينزحوا من منطقة إلى منطقة بتنتقل الحماية للجهة اللي سيطرت عليهم هون، يعني بصيروا هن مدنيين بهي، فإذا بيتمتعوا بمختلف أشكال الحماية. هلأ التشريد القسري اللي صار بسوريا هو مش بس جريمة حرب، هو أعلى، هو جريمة ضد الإنسانية، لأنه ارتكبوا النظام بشكل أساسي. بقية الأطراف أيضا شاركت بالتشريد، ولكن ليس بالحجم تبع النظام. يعني من 14 مليون النظام يمكن شرد أكثر من 80% منهم، يعني عم نحكي عن 11 مليون تشردوا بفعل النظام وروسيا. ليش؟ شو سبب التشريد؟ يعني نحن سجلنا يعني وثقنا حالات كبيرة كتير، مناطق خضعت للتشريد. أول شيء بلش بأحياء حمص، حمص القديمة، وأحياء حمص حي باب عمر، وكل المناطق هي اللي تحاصرت. بعدين انتقل إلى ريف دمشق، الغوطتين الشرقية والغربية وأيضا وغيرها. كمان في مناطق تشردت بحماة وبريف حماة، مختلف المناطق. في تشريد، يعني في مناطق تشردت أكثر من مرة، أيضا هذا انتهاك وراء انتهاك. أيضا جنوب سوريا، المنطقة الجنوبية، درعا وما حولها. هلا يعني اذا النظام هذا اللي بنلاحظه هو حياء حلب الشرقيه، ما بدنا ننساها، وهذا اللي اشار الى التقرير، انه هذا التشريد الوحيد اللي رعته الامم المتحده، قالت نحن بنأملكم. شو الانتهاك هون استاذ؟ هون انتهاك انه لا، انت احمي المدنيين. يعني بالغوطه هدول مدنيين محاصرين، ما بدهم يطلعوا، من حقهم هذا الشيء، ومن حق المحاصرين انه هن يطلعوا ويدخلوا. المدنيين مش المقاتلين، بيطلع بيدخل وبتدخل له المساعدات. هذا كله إذا عم نحكي عن أنماط كثيرة من الانتهاكات. ولهيك نحن عم نقول إنه هذا التشريد هو سياسة الدولة، هو سياسة عند النظام، وبالتالي هو منهجي وواسع النطاق. طب شو الأدلة؟ كيف نحن رهنا هذا الشيء بمناطق مختلفة؟ نحن جبنا صور أقمار صناعية لعدة مناطق اشتريناها، ونحن قارنا عمليات القصف مثلا بالغوطة الشرقية، بحلب الشرقية، هو أيضا بخان شيخون. درسنا عدة مدن، درسنا سراقب، فعم نلاقي أنه القصف اللي كان مثلا، إذا بدي أضرب مثال بالتقرير اللي أصدرنا قبل بضعة سنوات عن خان شيخون على سبيل المثال، أو حتى الغوطة، عم نلاقي أنه عمليات القصف هي ما تركزت على الجبهات. يعني النظام عم يهجم من الجنوب، ليش عم يقصف شمال المدينة؟ لأنه هو هذا اللي بدنا نوصل له، هو التشريد بالنسبة له هو غاية، هو هدف هاي الانتهاكات. وبشكل أساسي قصف المراكز الحيوية، المشافي والأسواق، عم يرسل رسالة لهي المجتمعات أنه أنتم ما فيكم، ما حد راح يحميكم، نحن قادرين نقصف المشافي، راح نستهدفكم بأبعد المناطق، أنتم تشردوا. التشريد هو غاية، لأنه هذا استسلام. هاي وقت تطلع المدنيين
فبالتالي هو سيطر على المنطقة. كان يستهدف مقومات الحياة في هذه المناطق لإجبار السكان على الذهاب، مفهوم هذه النقطة. نعم. عند هذه نعم تفضل. بس دقيقة إذا تسمحني. تفضل. بدي أنهي هي يعني سلسلة الحقوق، هدول المشردين من حقهم، وهذا أمر مهم أستاذهم، سواء اللاجئين، أنه ما يكون في إعادة قسرية. وهي نقطة مهمة، لا الدول اللي هن راحوا إلها، لجأوا إلها، أو تشردوا إلها، أو المناطق، يعني مو من حق منطقة نزحوا إلها الناس إنه هي تقول لهم من نرجعكم لهون إذا كان الظروف هي غير آمنة، وهذا حق أساسي، وهذا قانون عرفي ملزم، يعني سواء صادق هذا اتفاقية اللجوء 51 أو لا، أو وهي من المبادئ التوجيهية. يعني حتى هذه النقطة يقول يوسف طبعاً أنه حتى من يريد العودة اليوم إلى مناطقه، إلى بيوته في دارية أو في الغوطة الشرقية أو الغربية، النظام يمنع عودة هؤلاء أساساً، يعني حتى لو هناك من حق العودة إذا قرر هو العودة بشكل طوعي، هذا من حقه يرجع، ولا يجب أنه ما تمنع السلطة. وبالحق الآخر أنه إذا هو ما بده يرجع وشايف أنه في تهديد المنطقة أو الدولة اللي هو لجأ إلها أو المنطقة اللي لها، ما من حق السلطة من حقوق نعم. للمشردين قسريا. أستاذ حسن النيفي أرحب بك مجددا. إلى أي حد كان التهجير القسري بالنسبة للنظام أداة ناجحة بالنسبة له لإخفاض صوت المعارضين؟ مساء الخير لكم جميعا ولجميع المشاهدين. يمكننا الذهاب إلى أن منهج أو سياسة التهجير القسري التي تبعها النظام في حربه على الشعب السوري هي إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي اتبعها وما زال يتبعها، وطبعا طبقت هذه الاستراتيجية من خلال آلية محددة كانت تعتمد هذه الآلية على حصار المدن وتصعيد القصف من الجو ومن البر، وبالتالي وضع المواطنين أمام خيارين اثنين، إما الموت تحت وابل القصف أو وابل الجوع، وإما النزوح والرحيل. هذه الاستراتيجية بدأ بها منذ العام 2013، بدأت في مدينة القصير عندما تم تهجير أكثر من 100,000 مواطن باتجاه الحدود اللبنانية، ثم في أواخر العام 2015 في مدينة مضايا، وكلنا يعلم حين حاصر المقبور قاسم سليماني مدينة مضايا لمدة 50 يوم وأجبر سكانها على أكل لحم القطط والحشائش من شدة الحصار، إلى أن استسلم المدنيون ولم يكن أمامهم سوى الرحيل بالباصات الخضر. وتكررت هذه الآليات أيضا في أواخر العام 2016، والجميع يعلم عندما أحرق بوتين مدينة القسم الشرقي من مدينة حلب، وتم ترحيل أكثر من 250 ألف مواطن بالباصات الخضر. ثم تكرر هذا السيناريو في الغوطة الشرقية وفي القلمون وأخيرا في درعا. اليوم الشريط الشمالي، مدن الشمال السوري الذي هذا الشريط يحوي اليوم 4 مليون نسمة، هؤلاء كلهم ضحايا التهجير القسري الذي هجروا من كافة أنحاء القطر. وبالتالي هي سياسة ممنهجة تنسجم تماما مع شعار رأس النظام حين أطلق شعار المجتمع المتجانس، هو يريد مجتمعا متجانسا. كانت الغاية هي استهداف حواضن الثورة وقت، يعني كلمة تهجير ربما تبدو قليلة كما أشار الأستاذ فضل، وإنما هو نوع من الاستئصال، استئصال الحاضنة الشعبية للثورة. والجميع يعلم عندما تحدث في إحدى خطاباته كان يقول هؤلاء الأرهابيون لهم أهل ولهم حواضن شعبية، وبالتالي نحن أمام الملايين من الإرهابيين. وبالتالي بشار الأسد لا ينظر إلى حواضن الثورة، حتى الذين لم يرفعوا السلاح، مجرد هذه الحواضن التي قالت لا لدموية بشار الأسد هم يعتبرهم إرهابيون، وبالتالي الوسيلة الوحيدة لاستئصاله للتخلص منهم هي سياسة الاستئصال. طبعا هذه السياسة تنسجم تماما وهي بالأساس مشورة إيرانية. يعني هذا ما كنت أود أن أسأل عنه أستاذ حسن، من المتورط من الدول في هذه الخطة الممنهجة؟ يعني منذ ذلك الوقت كان يتحدث السكان بأنه يوجد شيء من وراء هذه اتفاقات ولقاءات، من وراء عمليات التهجير. اليوم بعد هذه السنوات التي مرت على الخطط التي طبقها ونجح النظام في تطبيقها بحق الأهالي المعارضين له،
من المتورط من الدول؟ هل هي جميع الدول الفاعلة في الملف السوري؟ دعنا نتحدث بوضوح. يعني من تورط ميدانيا وصاحب الفكرة الأساسية هو المقبور قاسم سليماني، هو صاحب المشورة الحقيقية، وهو الذي أشرف، هو وميليشيات حزب الله التي أشرفت على اقتحام القصير، وهو بنفسه أشرف على حصار مضايا، وهو بنفسه رأيناه على بعد تهجير سكان حلب رأيناه يتمشى في شوارع مدينة حلب الشرقية. إذن الفكرة إيرانية، وهذه الفكرة بالأساس تهدف أو هي الآلية التي تمكن إيران لبسط نفوذها. يعني اليوم حتى هذه الساعة أستاذ همام، لواء فاطميون هو الذي يسيطر على حي السيدة زينب بمجمله في دمشق. اليوم لواء فاطميون يحاول التمدد جنوبا باتجاه مطار دمشق الدولي وشرقا باتجاه الغوطة الشرقية، والغاية هي السيطرة التامة على محيط مدينة دمشق الذي يعد أو تنظر إليه إيران على أنه الجسر الحقيقي بين حزب الله وبين مدينة دمشق. طبعا يعني ما أشار إليه الزملاء قبل قليل من عملية شراء العقارات والتغلغل الناعم، هذه كانت ربما في البداية. اليوم هذا التغلغل لم يعد تغلغلا ناعما، وإنما أصبح تغلغلا واضحا وصريحا ولا يحتاج إلى أي تأويلات أو تفسيرات، وخاصة أن هذا التغلغل لم يعد حكرا على ريف دمشق أو على منطقة معينة. اليوم ميليشيات إيران ممتدة من درعا جنوبا وحتى الميادين والبوكمال شرقا. أعود إليك يوسف البستاني، اليوم كيف يعيش المهاجرون؟ ما هو واقعهم؟ ولماذا منع النظام عودتهم إلى بيوتهم؟ تأكيد النظام منع عودتهم إلى منازلهم لأنه يراهم خطر. هو النظام يرى كل أهل المناطق الثائرة بجميعهم، يعني كل حدا من هي سكان هي المناطق وتحديدا من خرج من هذه المناطق، نزح أو خرج خارج سوريا، ينظر له أنه معارض لو لم يصرح بذلك. مجرد الخروج، والنظام قال أنه كل أي حتى الرماديين كان النظام ينظر له نظرة ريبة بالنسبة له لأنه لم يكونوا مؤيدين وشبيحة يعني كما يحب. المهجرين اليوم مثلا في الشمال السوري جزء منهم يعيش صراحة معاناة حقيقية. يعني الزلزال الذي حصل مؤخرا في جنديرس، عدد الضحايا الأكبر الذين ماتوا تحت الأنقاض هم من مهجري مدينة حرستا. يعني كارثة فوقها كارثة، ومن نجا من تلك المنطقة هو في خيمة لأنه يعني لم يعد لديه منزل الذي هو نعم. يعني طبعا يعني نتحدث عن آلام كبيرة جدا، الكثير منهم يعني يعيش ظروف صعبة للغاية، الكثير منهم أصبح بلا معيل، جزء من العائلات جزء منها بقي في مناطق النظام وهذه معاناة أخرى، وباقي العائلة مثلا في الشمال السوري. التواصل بين العائلات في مناطق النظام وفي المناطق المحررة صعب للغاية، النظام يكافح ويحاول نشر الإشاعات أن كل من يتواصل، يعني يحاول النظام صراحة فصل وتجزئة المجتمع السوري. بالنسبة له الذين يعني موجودين في مناطق النظام يحاول أن لا يكون بينهم أي تواصل مع المناطق واليوم في الشمال. من بقي في هذه المناطق في الغوطة الشرقية في دارية في المعظمية، هناك الكثير من الشكاوى تخرج من هناك بأنه النظام يتبع سياسة انتقامية بحق هذه الأهالي على جميع الصعد منها الخدمية إلى الاقتصادية. صراحة طبعا الخدمات في تلك المناطق في أدنى مستوياتها مقارنة بمناطق مسيطر عليها النظام مثلا مثل دمشق وطرطوس واللاذقية مثلا، المناطق التي سيطر عليها لا تقدم لها الخدمات أسوة بتلك المناطق، دائما هي رقم اثنين، المواطن في تلك المناطق أيضا رقم اثنين. يعني أنا شاهدت أحد المشاهد لأعضاء من حزب البعث في الغوطة، كانوا عم يقولوا للأهالي أنه أنتوا لحتى ترضع، هيك عم يقولوا بالحرف، يعني أقول لك شو قال. ففي مجموعة من الناس مدنية هو جالس معهم، هن جايين يشتكوا له سوء الخدمات، فبيقول لهم أنه لازم أنتوا تعملوا مسيرات تظهر حبكم للقائد، قديش أنتوا مؤيدين، وأكيد وقت القيادة رح تقدم لكم الخدمات وترجع المدارس ويعني خدمات أساسية. نعم. فتخيل الصورة التي إلى الآن النظام ينظر إلى هؤلاء، يعني كلمته هي هو عم يقول لهم أنه أنتوا نحن ما مصدقينكم أنه أنتوا موالين لهلا، أنتوا بدنا منكم إثبات لذلك.
طلعوا من سيارات حيوا فيها النظام وجيشه وهذا الحكي. هذا الكلام لمين كان موجه؟ لمدنيين في الغوطة طالبوا بإعادة افتتاح المدارس مثلا، أو مثلا يكون عندهم سيارة إسعاف. تخيل لا يوجد مثلا في الغوطة، مرت فترات لا يوجد سيارة إسعاف واحدة تسعف أي مدني تعرض لأي طارئ مثلا. طبعا الخدمات بشكل مزري في مناطق في ريف دمشق وتنقطع عنها الكهرباء مثلا شهر كامل. طيب. حتى المياه، تخيل شهر كامل بلا كهرباء بلا مياه، ما الهدف من ذلك؟ هو تفريغ يعني محيط العاصمة دمشق بكل بساطة يعني. تغييرات الخريطة السكانية مشاهدينا وعمليات الاقتلاع الممنهجة بمرجعية طائفية بملايين من الشهود خارج أوطانهم وبعيدا عن بلداتهم في أكبر عملية لم تتحدى القوانين الدولية فحسب بل أشارت له، وهي تمضي في مشروع الحصار والقصف والتجويع حتى التهجير أمام المجتمع الدولي كله. في محطة السوريين المتوقفة المعطلة منذ 12 عاماً والعالقة بين مطحنة الأسد وحلفائه وأرجوحة القرارات الدولية المترددة تارة والمتخاذلة تارة أخرى، يدور حديث النفوس وتساؤلات لا تنتهي: متى الخلاص؟ ومتى نعود إلى أوطاننا وحاراتنا وبيوتنا؟ متى ينتهي هذا الكابوس؟ ومتى ومتى؟ ألف متى أخرى. بذكراها بعد 12 سنة على انفجارها بعد تضخم وصيحاتها بعد صمت وتجرؤها بعد خوف، يمر شريط ذكرياتها بحلوه ومره، لكن سردية التهجير تبقى الأشد مرارة وقسوة والأشد وضوحا وفجورا أمام العلن والأكثر استفزازا من أمام طاولة الأمم المتحدة وتجاهل القانون الدولي الذي يجرم التهجير القسري باعتباره جريمة حرب ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفق ما ورد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. مع اللحظات الأولى كشف النظام عن ديناميات سياسته في القمع واستراتيجيته في استخدام العنف والرد على كل صوت معارض بتصدير الصراع على أنه حرب أهلية يحمل بعدا طائفيا صارخا باستخدام كل إمكانيات الدولة المالية ومؤسساتها العسكرية والأمنية والحزبية وصولا إلى استراتيجية الاتفاقات المحلية مع المدن والأحياء المحاصرة لإجبار السكان على ترك منازلهم والنزوح تحت وابل القصف الذي لا يتوقف، لينخفض أعداد السكان في حمص من 1.5 مليون إلى 400,000 نسمة في تشرين الأول من عام 2016، ولتختتم قصة وجودهم في المدينة بحرق النظام لمديرية السجل العقاري في المدينة والعبث بسجلات ملكياتهم ووثائقهم وطمس هويتهم. من حمصة إلى الغوطتين مروراً بدير الزور وانتهاءً بحلب لم تتوقف سياسة التهجير والتغيير الديمغرافي واحتلال العائلات الشيعية من لبنان والعراق وأفغانستان للأحياء والمنازل، تزامناً مع محاولات إيران شراء أراض ومنازل كثيرة في دمشق ودير الزور وحلب وفرض ثقافتها العقائدية على المجتمع السوري في تغيير ممنهج ومخطط بناء على مصالح النظام الاقتصادية والأمنية وضمان بقائه أمام مجتمع دولي متفرج. أعود إليك أستاذ فضل عبد الغني، بلغة الأرقام ما نصيب كل طرف من التهجير؟ وإلى أي حد تعتبر الأرقام كبيرة جدا مقارنة بأعداد السكان؟ يعني اليوم لو تحدثنا عن محافظة حمص من بقي فيها 400,000 من أصل 1.5 مليون، أي أن أكثر من ثلثي السكان تم تهجيرهم، حبذا لو تصحح لنا الأرقام تفضل. يعني بالحقيقة أبرز اللي قاموا بالتشريد تقريبا نصف الشعب السوري، يعني 14 مليون عندنا تقريبا 6 ملايين نازح داخل سوريا وتقريبا 7 ملايين، يعني 13 ل 14 مليون نصف الشعب السوري أو أكثر من نصف هو يعني
مشرد، حتى اللي من ضمن مناطق النظام هن تشردوا، يعني في ناس من الغوطة راحت سكنت بدمشق، وأيضا من جنوب درعا سكن طور مشردين ولو هو قاعد ومستأجر. نحن كنا مشردين، يعني اللي بتركيا واللي باسطنبول هذا مشرد، واللي ببرلين هذا كله مشرد، وهذا الأوسع من الضحايا. النظام أيضا يعني التشريد هو ما بده ينتظر الواحد لحتى ينزل برميل ببيته أو قريب منه حتى يطلع، لا هو عارفان أنه هذا المصير بده إجا، فطلع قبل بوقت أو خاف من اعتقال أو هذا مشرد. ولهيك الناس يعني هذا توعيه الاشخاص بحقوقها هذا امر مهم، ولازم انه ما بس نحصر الضحايا بتركيز معين على ضحايا معينين واغفال حقوق ضحايا اخرين. طيب هذا بالنسبه لهذا الموضوع. اذا بدنا نجي نحن على الاطراف الثانيه، النظام هو اكبر جهه وروسيا معه. تنظيم داعش بالحقيقه هو اللي بيجي بعد النظام. تنظيم داعش هجر عشرات المدن بالشحيل بدير الزور وبالرقة وبالمناطق اللي سيطر عليها، لأنه الناس فرت أيضا وهربت من التنظيم المتوحش. وأيضا التشريد هو عند النظام ببعض المناطق حمل بعض طائفي، نعم مثلا مجزرة حي الرفاعي وكرم الزيتون بحمص، وأيضا مجزرة جديدة الفضل فيها أبعاد طائفية، يعني حتى هوني دخل البعد الطائفي والصبغة الطائفية. تنظيم داعش أيضا هاجم قرى مسيحية بريف حمص، هوني كمان تنظيم داعش عم يحمل بعد شو طائفي. هلأ في تشريد على خلفية عرقية، وهذا ما مارسته قوات سوريا الديمقراطية، أو قبل حتى ما تأسس قوات سوريا الديمقراطية، عم نحكي بال2015 عشرات القرى، وهذا تقرير أصدرناه، وأيضا أصدرت تقرير منظمة العفو الدولية عن قوات حزب الاتحاد الديمقراطي اللي هو المركز يعني PYD لقوات سوريا الديمقراطية. هون شردت على خلفية عرقية، شرد العرب ضد الأكراد عندما هاجم كوباني، هذا قبل 2015، أو عين العرب. هوني هذا تشريد أيضا على خلفية عرقية. فإذا في يعني الصبغات بيحملها التشريد، ساهم فيه مختلف أطراف النزاع. المعارضة أيضا تورطت بعمليات تشريد صف المدن الأربعة، وكمان عندما حاصرت البلدات بإدلب. لكن نحن إذا بدنا نقول النسبة والتناسب، هذا أمر مهم. لهيك نحن دائما مو مع كلمة أنه كل الأطراف، ماشي هذا نزاع تورطت فيه كل الأطراف، ولكن النسبة والحجم هذا مهم. لهيك القانون الدولي بيميز بين انتهاكات فظيعة، جرائم حرب، جرائم ضد إنسانية، مو كلهم مثل بعض، لأنه هون الحجم بتلعب دور. النظام هو العدد الأكبر اللي مثل ما ذكرت تقريبا 80% بلي تنظيم داعش، وتليه أيضا قوات سوريا الديمقراطية أو PYD، وأيضا قوات المعارضة أيضا ساهمت بعمليات تشريد على خلفية أيضا طائفية عندما هجمت على قرى علوية باللاذقية. ويجب أن يكون عندنا الجرأة نقد أنفسنا، وبالتالي هذا التشريد أدى أنه الناس تتشرد. هلأ ما بعد التشريد بدنا ندخل شوي ولو بدقيقتين على حقوق المشرد. أبرز الـ يعني أو خليني أقول اللي استهدف حقوق المشردين وسحقهم بشكل أكبر كمان النظام عبر قوانين تملك ممتلكات اللي تشردوا. اللي تشردها ترك بيت، ترك أرض، ترك محل. النظام شو عمل من 2012؟ يعني نشوف أنه هو عنده رؤية استباقية، بلش يحط هذا المرسوم 63 والمرسوم 66، هاي هو بيسميها قوانين أو مراسيم، هي مو هيك اسمها، هي الاسم الحقيقي تبعها هي عبارة عن نصوص أمنية تهدف من خلالها للسيطرة على الأموال النازحين بالشكل الأساسي والمعتقلي. هاي القوانين بموجبها فينه يسطي على أي بيت، يقول هذا بيت، ودائماً عم نشوف عمليات السطو على هاي الممتلكات اللي تدمرت. وأيضاً بالفترة الأخيرة 2018 شفنا بلشت المزادات، إنه هو بيحاول يعطيها غطاء شرعي إنه مزاد. هذا المزاد هو حقيقته سيطرة. مين مستهدف فيه الأساسي؟ حقوق المشردين، هدول المشردين اللي عمي هلأ كمان قوات سوريا الديمقراطية كمان وقت شردت كمان منعت
السكان العرب من انه هن يرجعوا، وسيطرت على قراهم. ايضا صار في تهجير، ما بدنا ننسى عفرين، نفس الشيء ايضا هو كان في على خلفيه عرقيه وتم السيطره على هي الاراضي. لهيك نحكي بهذا اللغه، ولا حدا من اطراف النزاع هو بحبك لانه بدعم تحاول توصف الوضع. ولكن برجع باكد على موضوع النسبه والتناسب والحجم، لانه هذا ليش مهم؟ مهم بعدين بعمليات التعويض، مهم بعمليات التوصيف، مهم ايضا بعمليات يعني مسار العداله الانتقاليه لاحقا وما الى ذلك. بالتالي الحقوق ما بعد هي ايضا مهمه، حفظ السكن والملكيه لهدول المشردين، وهذا بده عمل هائل، لانه موضوع السكن والملكيه هو من ابرز الانتهاكات اللي بتاخذ فتره طويله بعد انتهاء النزاع ليتم حلها، وهي مرتبطه بموضوع المشردين. حسن أنيفي، كيف كانت بتقديرك نتائج التهجير بالنسبة للنظام؟ بماذا استفاد النظام وبماذا استفادت إيران، وكيف تغيرت التركيبة السكانية بما يناسب توجهات السلطة هناك؟ بطبيعة الحال يعني بشار الأسد كان منسجم مع نفسه كثيرا حينما أعلن عن استراتيجيته الإبادية، يعني حينما يقدم النظام على القصف بالبراميل المتفجرة وبالسلاح الكيماوي وتقوم ميليشياته باقتحام القرى والبلدات وذبح سكانها بالسكاكين، أعتقد هذه المنهجية هي منهجية الاستئصال الكامل. الغاية منها هو استئصال حاضنة الثورة كما قلت، والسيطرة على الجغرافيا. يعني كانت السيطرة على الجغرافيا هي الهدف الأول، والجميع يعلم عندما تدخل الروس يعني في أيلول من العام 2015 كانت الغاية هي تثبيت أركان النظام أو بقاء واستمراره، وبالتالي سيطرة على الجغرافيا السورية. طبعا ما فتح أو أتاح للنظام المزيد من هذه المنهجية الإبادية هو غياب الرادع، سواء كان هذا الرادع رادع ميداني محلي أو رادع دولي أو رادع قانوني أو ما إلى ذلك. طبعا هذا أيضا ينسجم مع استراتيجية إيران التي تتبع التوسع، يعني إيران تعتمد دائما أو لا تنظر إلى سوريا إلا أنها المجال الحيوي، المجال الحيوي للتمدد الإيراني. وبالتالي عمليات كل عمليات التهجير القسري وترحيل السكان وشراء العقارات أو استملاك المرافق الحيوية أو الهيمنة الاقتصادية في البلاد، هذه بالتأكيد تخدم سياسة إيران، أي تتيح لها المزيد من التغلغل، التغلغل من الداخل. يعني اليوم الميليشيات الإيرانية ربما لم تثبت كفاءة عالية بالسيطرة العسكرية نظرا لتنازعها مع الروس والقوى الأخرى على الجغرافيا السورية، ولكن لجأت إلى الوسائل الأخرى كالسيطرة، التغلغل الاقتصادي، الإمساك بمفاصل الاقتصاد بالبلاد، شراء العقارات، سيطرة على المرافق السياحية، أو أحياناً التغلغل الاجتماعي من خلال التبشير الطائفي أو شراء الولاءات واستغلال الحالة المعيشية من خلال أيضاً إفساد جيل كامل من خلال يعني شيوع المخدرات والكبتاغون في سوريا. هذه الوسائل كلها تعد هي من أساليب أو من الآليات التي تبعتها إيران بالسيطرة. بالتأكيد يعني هناك الوضع الدولي كان ربما يعني متاح منذ أن بدأ يعني الأسد حربه المعلنة على سوريا، لم نرى رادعا، وإنما كل هذه السياسات كانت تجري بصراحة، يعني حتى كلمة تواطؤ ربما يعني تكون قليلة. وتذكرون يعني الجميع يذكر عندما كان ترحيل سكان حلب الشرقية وترحيل الغوطة كان هو في ظل وجود ولاية ديمستورا، وكان الروس تقريبا بالتنسيق مع المبعوث الدولي، وهذا هو الدور الأممي بصراحة. يعني الدور الأممي هل نقول كان شاهد زور على الجرائم التي جرت في سوريا؟ هل نقول إنه تواطؤ؟ لا ندري ما هو التوصيف الدقيق. وأعتقد أن خلفه غير بيدرسون الآن ربما يسير في هذا النهج من خلال أيضا تبعيته المطلقة للروس من خلال نائي الولايات المتحدة. هل كانت مخترقة الأمم المتحدة من قبل روسيا في هذا السياق حسن أنيفي؟
هي ليست مخترقة، وإنما هناك هيمنة روسية في ظل عدم اهتمام أمريكي، في ظل النأي الأمريكي. يعني طيب. الأمم المتحدة هي لا تعمل وفق معايير القانون أستاذي الكريم. الأداة التنفيذية للأمم المتحدة هو مجلس الأمن، ومجلس الأمن يمكن التحكم به بشكل جيد من خلال الفيتو. الفيتو، والروس يعني هذه المرة لل 17 أو 18 الذين مارسوا الاعتراض على قرارات هي قرارات أممية. إذن في ظل هذه الآلية العقيمة، ما معنى كلامنا عن قانون دولي أو عن أمم المتحدة طيب. أو ما إلى ذلك؟ أود أن أعود لهذا السؤال، ولكن قبل ذلك يوسف البستاني، يعني أنت كنت شاهدا على التهجير، وأنت عايشت هذه الحالة، وكنت ممن يعني أجبروا على الهجرة من مدنهم وبيوتهم. لو تحدثنا عن مشاهداتك في تلك الفترة، اليوم عندما تستذكر تلك السنين، يعني كيف هو شعورك، ومن خلال متابعتك لأحوال المهاجرين سواء في شمال سوريا أو حتى من هاجر إلى خارج البلاد فيما بعد، هل يمكن لك حصر الأثار السلبية على هؤلاء الأفراد نتيجة التهجير؟ صراحة عندما يعني كنا في الغوطة ووصلنا إلى الأشهر الأخيرة والحملة العسكرية، وبدأنا نشعر أننا أمام، يعني أننا وصلنا إلى نهاية الطريق والتهجير قادم. يعني أنا شخصيا والكثير ممن التقيتهم يعني لم يكن لدينا خيار إلا الخروج بالباصات، ما عندنا خيار أنه البقاء مع النظام. لا نأمن، يعني مهما قدمت الضمانات لا نأمن على أنفسنا أن نبقى في منطقة يسيطر عليها النظام. ولكن يعني أعلم الكثير بكوا أيام، ليس ساعة وساعتين، أيام كاملة. السبب هو أنه كان لدينا أمل كبير، خاصة المناطق اللي كانت حوصرت، يعني كان لدينا أمل كبير أن يعني ينتهي هذا النظام، لا العكس، أن يبقى النظام ونخرج نحن. يعني الذي حدث هو عكس الأمل وعكس المتوقع وعكس التضحيات التي قدمت. يعني أنا شاهدت عشرات المجازر، بعضها كنت في موقع المجزرة نفسه يعني وأنا جيت. فصراحة كل المهجرين في الفترة، في السنة أو السنتين بعد التهجير، عانوا نفسيا بشكل كبير جدا. يعني أنا التقيت بالكثير من العائلات التي هجرت، صراحة كانت الحالة النفسية صعبة للغاية. هو لا يعرف لماذا هو يعني ابن هذه الأرض، لماذا يهجر ويبقى نظام؟ أصبح مفهوم النظام ومفهوم الدولة مشوش. هل يعني هي شغلة الدولة هي تعذب هذا المواطن وتدخله بالويلات؟ فأصبحت هذه التساؤلات، حتى سؤال المجتمع الدولي، وين المجتمع الدولي؟ طب نحن مدنيين، ليش عم يتم التعامل من قبل نظام بهذا الشكل، من قبله بهذه العنف؟ روسيا، طيب كيف النظام إلى الآن مثلا كل هالجرائم وعنده ما يعني مقعد في الأمم المتحدة، وبيخرج وبيكذب وبينظر؟ وين الدول، وين الدول العربية؟ تساؤلات ويعني آلام شديدة جدا. تخيل أنه الكثير من العائلات خرجت ما معها شيء، يعني أموال جيبها فاضية، 4 سنين حصار، عنده عائلات، مرأة وأطفال. التهجير أجى بشكل فجائي، يعني هو ما حاكي حدا، ولا عارفه وين بده يروح، ولا عارفه شو بده يسوي. وفي الكثير منهم طالع على هي المنطقة، يعني هو أول مرة بيزورها، يعني ومرة بحياته على إدلب. حالة من الصدمة ربما يستفيق منها الآن الناس. بقي يعني أنا شخصيا بقيت 3 سنوات يعني بحالة صعبة، لأنه أنت كل هالجرائم اللي قام فيها النظام، بتجي الأمم المتحدة قال بترفق الباصات، في شيء مو مفهوم. نحن ابن هاي البلد، أنا ولدت بهذا المكان، طيب كيف هيك؟ والروس يعملوا حالهم إنه هن ضامين، وأتشفت الجنود الروس طلعوا معنا على الباصات، صاروا يحكوا معنا بطريقة يعني هيك كتير سمجة. يعني صراحة للأسف إنه نحن مثل ما تحدث الأستاذ حسن، إنه ما في قانون دولي أبدا، غير موجود بالقضية السورية. حالة رخاء كاملة، تسليم كامل للملف السوري لروسيا. روسيا مثل ما بدها قامت هدول حطتهم هون. يعني انت شو المنطق تقيم تهجر حدا من دمشق 400 كيلو باتجاه الشمال؟ يعني شو الفكرة من الموضوع؟ غير انه فضل يعني تمزيق الشعب السوري، بحيث انه ما تقوم لهذا الشعب قائمة بعده. أستاذ فضل، أريد أن أختم بهذه النقطة التي أثارها الأستاذ حسن النيفي وتحدث عنها كذلك يوسف البستاني.
اليوم ما دور الأمم المتحدة؟ ما حجم هذا الدور في هذه الجريمة؟ هل هي شريكة؟ هل هي متورطة؟ راعية؟ يعني ما التوصيف المناسب للدور الذي أخذته الأمم المتحدة في سياق التهجير؟ الأول شيء يعني مصير دائما خلط بمفهوم الأمم المتحدة أنه مثل كتلة وحدة، وهذا مش صحيح. نعم. الأمم المتحدة هي فيها عدة هيئات وجهات. مجلس الأمن متواطئ وشريك ومدان، نعم. لجنة التحقيق الدولية هي معنا، هي أدانة التشريد بحلب. من كم يوم طلع تقرير لجنة التحقيق أدانة التشريد وقالت أنه من تقريرها الأول كل تقارير قالت أنه هو جريمة ضد الإنسانية. أيضا المفوضية السامية لحقوق الإنسان كمان أدانت عملية التشريد. مسنح كحقوقيين ولجنة التحقيق أيضا هذا اللي بيطلع بإيدنا، ونحن ما عندنا يعني قوة خشنة لنوقف هذا الشيء، يعني عندنا قوة ناعمة. هل نترك هاي القوة الناعمة؟ لا ما نتركها، لأنه العدو هو عم يقول لك أنا ما شردتهم، أنا ما قتلتهم، هاي المباني ما أنا دمرتها، ما زدت براميل، ما هاي أنا طالعت قوانين وبموجب القانون أنا عم أخذ هاي البيوت. كيف نحن هاي السردية؟ نحن هاي معركة ما نتخلى عنها، لا نثبت حقوقنا، لأنه هذا النظام ولو بهاي الفترة بس هو راحل، يعني بدون أدنى شك يعني سوريا مهملة، ما راح يتم هذا الإهمال على طول، ونحن بدنا نفكر كيف نحفظ الحقوق وخطط لقدام. نعم. أما أنه نحن يعني نترك الأمور هيك، لا هذا مش الخيار الصحيح من وجهة نظري. وحتى هاي المعركة تبع القانونية هي مش معركة سهلة أيضا، يعني هذا عم يتم انتزاعها انتزاع، نحن ربما عم نشوف أنه والله حطوا هذا على قوائم حقوق، أمر بسيط، هو أمر بسيط بس هذا الأمر البسيط تحقيقه هو صعب ومعقد. نفس الشيء توثيق عمليات التشريد وإثباتها وكذا. فلا نحن بدنا نشجع الناس أنه هي تناضل، إذا ضحية تقاتل، ضحية تناضل من أجل تحصيل حقوقها، مش ضحية أنه نحن ضحية وصار معنا هيك. أوكي هذا عرفنا وهذا الخطاب حفظناه ومسلم فيه وصح 100%. الخطوة اللي بعدها، الخطوة اللي بعدها أنه نحن نثبت حقوقنا ونتمع من دين اللي الطرف اللي قتلنا وشرد. أعذرني لضيق الوقت، أشكرك جزيل الشكر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، كنت معنا من الدوحة. الشكر بالطبع موصول كذلك إلى الكاتب والمحلل السياسي حسن النيفي، كان معنا من مدينة سان ديفو الفرنسية. والشكر للصحفي يوسف البستاني، شكرا على المشاركة يوسف معنا في الاستوديو. مشاهدين أشكركم أيضا على حسن المتابعة، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني. إلى اللقاء.